السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي للجميع، ونتمنى دائما السلام للجميع. اليوم يا أخوان الليلة سنطلق سراح الضبع. الضبع تم علاجه بنجاح الحمد لله، سويت له عملية، قربت له الأنسجة على بعض واللحم، لأنه معظم 90% إيديهم بتفلت بتقطع من الفخ، لأنه الفخ هسا بفرجيكم كيف. فالحمد لله نجحت 100% مع مضادات حيوية وأدوية كل يوم، وإبر مرتين باليوم صباحا ومساءا عشان ما يصيرش عنده أي التهاب، وبكينا نرش إيده 3 مرات باليوم عشان الالتهابات. والحمد لله لحم الجروح وكل شيء تمام، لأنه معظم اللي بترك عليهم الفخاخ شو بصير فيهم أخوان؟ تقطعوا إيديهم، بحاولوا يعالجوهم، بتك بتنشف، بصير معه غرغرينة وبتروح. المهم تم علاجه، وليلة بدنا نطلق سراحه مكان بعيد. لكن إخراج الضبع ليس سهل، لأنه هذا الضبع بارد. حكيت مد العصا من بعد. مد العصا. مد. اسحب الجنزير. اسحب اسحب أيوة. اسحب. 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 ممتاز. ممتاز. احتياطاً خلنا نحط هاي في ركبة. اسحب اسحب الجنزير لين شوي، اسحب راسه اسحب. ايوه استنى استنى، في سلك علق في السلك. لحظة لحظة اسحب. ايوه كمان شوي، خليك 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 زي ما انت. لا اسحب كمان شوي، اسحب اسحب. اسمع الكيت، اسحب لي راسه شوي، اسحب الراس كمان كمان، اسحب اسحب اسحب. بركة ذهب ذهب، زبطت الخدمة. ايوه خفش 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 خفش. ايوه قصر له مشان على الزاوية. غير غير مشي الزاوية. لا عادي خذ راحتك، لا تخاف. بس هاي كيف بنسوي فيها؟ نحطها فوق. لما تشدش حطيت عليه مادة للتعقيم عشان بقى بالقفص. اهدى يا ابو اهدى اهدى. شايفين ايده يا اخوان؟ تعال شوف، هاي مكان الجروح، ركزوا. هات الهاض، شوفوا الايد، هاي محل طلعوا، هاي محل العملية. حط على الايد اشوف، ركز. طلعوا يا اخوان، ايوه شايفين الايد، هاي الايد كانت بدها بتر، بس الحمد لله انا تعلمت من زمان. اول ضبع جبته اخوان زمان ايده تكت، وديت ضبع على الداخل جوا عند بيطري شاطرين، برضو تكت وقطموها وعدموهم، لكن الحمد لله تعلمت مع الفترة، تعلمت وبالاخص طريقة النقع. النقع اللي هي احط ايده جوا سطل ديتول، تخيلوا جوا سطل ديتول، عشان الفخ والصدى ومحل الالتهاب كلياته ايش يروح. طبعا هذا ناس تبقى تصيد انياس وغزلان، هم مش قصدهم، بيجي الضبع بكع بالفخ برنوا علي انا ببنقضه، اي حدا بده بنقضه. الضبع خارج مسكين، شايفين الايد؟ طلعوا الايد هاي كيف، شوفوا الايد هاي كيف عادي، وشوفوا الايد هذيك كيف، هاي محل العملية والغرز، شايفين؟ قربت له اياها بعض وطرقتها، اذا في نفس اذا في اول كم يوم بنلحقه بنلحقه. وبس اهم اشي يروح الالتهاب، اذا بروح الالتهاب الانسجة والكل شيء والعصب بيمسك في بعض. عرفتوا كيف؟ 100% الحمد لله.
يعني علاجت عشرات عشرات الضباع بهاي الطريقة وناجحة 100%. لأن نروح على منطقة جبلية بعيدة نخضب العرباي وبتجيب النسان. طيب هيك نضطر نخضب العرباي زي ما انتم شايفين على أساس نقدرش نحطه ورا بالصندوق وراح نفلته غير. يلا قطعنا مشوار حوالي 6-7 كيلو بين الجبال وراح نطلق سراح الضبع في هاي المنطقة. تعال يابا يابا خذني على المغارة. هاي اخوان من خرافات الضباع انه الضبع اذا ضبعك بصير تقوله يابا خذني على المغارة، باخذك على المغارة بضرب راسك بالصخر بنزل الدم بتصحى، انه برش مادة مخدرة. هذا طبعا كله خرافات. في كل الجنزير سوش فك فك هاي نزل هاي فك الجنزير من ركبة تطلع. زيد بالك هذا بعينيش انه صح. يلا بتكيب ايدك بسرعة. انت لازم حطيتها تسحل سحل يا زلمة مش تحطها جوا الهواء. بسرعة بسرعة كريم دير بالك اللي يطرق ايدك. دير بالك ايدك 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 دير بالك بسرعة هكذا بيهجب. ايوة تعال تعال يا يلا بدنا نروحك بدنا نروحك. استنى 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 دفلتك يلا سنة سنة يا با خلينا اطلعها من ركبة. ايوة هاي طلعت طلعت تمام تمام ما ضلش مظلش شيء. ايوه قلك مظلش شيء. يلا الحقوا الحقوا محمود الحقوا سلام يابا كيف انتعش